بس برضو انت لسه في حتة ان انت لازم تكمل في قراراتك. فانا بقول لحضراتكم الاجتماع طبعا ممتد، مفيش قرار نهائي من مجلس اداره نادي الزمالك بعد الاجتماع اللي النهارده خلص من ساعه، من نص ساعه قبل دلوقتي او ساعه الا ربع يعني. الاجتماع ممتد لحد يوم الخميس، ممكن يكون في جلسه بكره، ممكن يكون في جلسه يوم الخميس، بعد كده يكون في قرار لان الماتش يوم السبت، وممكن الموضوع يوصل ليوم الجمعه كمان، اجتماعات مستمره وممتده. خلاص، لكن بنسبه 90% 90% بالظبط نادي الزمالك لن يخوض لقاء سيراميكا كليوباترا بنسبة 90%. هتقول لي نسبة 10% دي مترتبة على ايه؟ مترتبة على اي امور قد تحدث، او اقول لك على بلاطة اي مخرج يلاقيه مجلس ادارة نادي الزمالك. لو لقى مجلس ادارة نادي الزمالك مخرج هيلعب ماتش سيراميكا، مخرج يقنع بيه جماهير نادي الزمالك الغفيرة العظيمة اللي يعني موجودة في كل حتة، اللي هي بقت في ظهر المجلس، وده بان قوي في الماتش اللي كان امام فاركو. فانت حصل بعض الاستفزازات ليك كمجلس من التشكيك في قدرتك على اتخاذ هذا القرار اللي انت لمحت ليه، لقيت الجمهور في الملعب بقى في ظهرك، هينفع تجيب ورا؟ مش هينفع. انا بتكلم معاك بمنتهى الصراحه والوضوح. فالزمالك ما جابش ورا، مجلس اداره نادي الزمالك يعني ما جابش ورا، ما لعبش ماتش الاهلي بنسبه 90% مش هيلعب ماتش الزمالك، طبقا للمستجدات اللي عندي وطبقا لبعض المعلومات من بعض المصادر داخل القلعه البيضاء. طب هتقول لي هل ممكن يحصل تعديل؟ مش عارف، النهارده الرابطه اعلنت عن جدول المباريات لحد نهايته يعني في الدوري. البعض قال لك ده مكسب لنادي الزمالك ان حصل، لا مش هنضحك على بعض. مكسب فين المكسب اللي خرج بيه نادي الزمالك من جدول هو اصلا كان معلن؟ مفيش مكسب، ده حاجه عاديه. هل الضغط ده ادى ان الجدول يطلع؟ ماشي تمام، لكن في نفس الوقت الامور ستزداد اشتعالا عزيزي المشاهد، عشان تبقى واخد بالك. احنا كده مفيش حاجه، احنا كده بنهرج في التهريج اللي بيحصل. يعني ايه؟ يعني احنا شايفين مشهد عبثي كله هزار وتهريج ومسرحيه احنا بنتفرج عليها، كل ده احنا ما دخلناش في الجد. تقول لي يا راجل يعني ايه كل ده؟ والله العظيم يا سيدي احنا لغايه دلوقتي ما دخلناش في الجد، لان في كارثه كبيره ممكن تحصل ونوهت عنها امبارح لو نادي الزمالك انسحب من مباراه سيراميكا. فانت هنا القصه الناس فاكره ان هي انتهت بعدم مشاركه نادي الزمالك في مباراه الاهلي، لا ده مش حقيقي يا فندم، ده مش حقيقي بالمره. الموضوع مكمل الا اذا تراجع مجلس اداره نادي الزمالك برئاسه الكابتن المحترم حسين لبيب. اعضاء مجلس الاداره النهارده من غير ما اقول اسماء قالوا اسباب مقنعه جدا خلال الجلسه بخصوص عدم المشاركه في مباراه سيراميكا. قال لك احنا مش هنقبل ان يتقال ان نادي الزمالك بيرجع في كلامه، لان احنا حطينا من ضمن المباريات ماتش سيراميكا، الماتشات اللي هي بتاعت الدور الثاني، مش هنقبل ابدا لان ده عمره ما هيكون حقيقي ان احنا يتقال علينا خايفين من الاهلي فعشان كده ما لعبناش الاهلي، بس مش هنقبل، مش هنقبل. بناء عليه هيضطر مجلس اداره نادي الزمالك الا اذا جه مخرج كده، الله اعلم بيه بقى، انا ما عنديش ما اعرفش، ما اقدرش بقى استنتج في حاجه زي كده، ما بحبش استنتاج عامه يعني الا في اضيق الحدود يعني تمام. يظهر مخرج يعني يحل الامور دي كلها، وده صعب. فالزمالك حتى هذه اللحظه مكمل في موقفه، مكمل في موقفه، وانا اشوف ان لازم الزمالك مجلس يكمل في موقفه. ابتديت حاجه اكملها لازم، عشان الجمهور، جمهور نادي الزمالك جماعه، الجمهور بقى واعي جدا بمختلف الانتماءات، بقى الجمهور واعي جدا، فاما تطلع له حاجه مقنعه تقول اسباب مقنعه او يحصل حاجه تخليك ترضي جمهور نادي الزمالك اللي محتاج جدا ان هو لو هيلعب ماتش يكون مقتنع هنا، مقتنع، يا اما هتكمل في طريقك. والاقرب ان نادي الزمالك هيكمل في طريقه، وانا قلت لكم رايي من الاول نادي الزمالك اتسرع، بس خلاص خدت السكه كملها للاخر، فخلينا ننتظر ونرى. خلاص،
الجزئية